كانت مشاركة سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني وزير الخارجية في مؤتمر السياسات العالمية الذي انعقد في مراكش مناسبة لعرض وجهة النظر القطرية حول الأزمة الراهنة، حيث أكد سعادته أنها قامت دون أي أساس في منطقة لم تعد تتحمل المزيد من الأزمات. This crisis, it's all started with a cyber attack. No one can imagine the effect and the spillover of the cyber crimes, which is now becoming a phenomenon everywhere, in Europe, in the United States, in Asia, and now in the GCC. There is something wrong ongoing with all those conflicts. Why the international system couldn't solve and couldn't prevent any of those crises from happening? سعادة وزير الخارجية تساءل عن أسباب إخفاق النظام الدولي في حماية المدنيين ضحايا النزاعات السياسية في مناطق الصراع، مشيرا إلى التداعيات الإنسانية للحصار المفروض على دولة قطر. There is another failure in the international system we found that it cannot address the needs of the civilians and the protection of the civilians from becoming part of any political conflict. When we see that the civilians cannot be protected in different conflict zones, in Syria, in Yemen, in Libya, and now in Qatar. وردا على أسئلة الصحفيين التي تركزت حول تأثير الأزمة في علاقات قطر مع الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا وإيران وحركة حماس، أكد سعادة وزير الخارجية أن قطر دولة ذات السيادة وتربطها مع كثير من دول العالم علاقات عسكرية وسياسية واقتصادية متينة، ومن غير المقبول أن تسعى دول الحصار إلى فرض إملاءاتها والتدخل في الشأن القطري السيادي، كما إن الموقف القطري من القضية الفلسطينية مبدئي ومنحاز إلى الشعب، وقطر لا تدعم حماس إنما تدعم شعب غزة وتساهم في إعادة الإعمار. We have used the principle in our policy in supporting the people and supporting the reconstruction and the resilience of the community as a mean of peace, as a mean of stability. And we have witnessed this stability now since the 2014. مشاركة سعادة وزير الخارجية في مؤتمر السياسات العالمية في دورته العاشرة وضعت أمام المشاركين مثقفين ورجال أعمال وقادة رأي أهم النقاط التي يرتكز إليها الموقف القطري: السيادة خط أحمر لا يجوز المساس به، والحوار هو السبيل الوحيد لتجاوز أي خلاف سياسي.